دلوقتي عبر الهاتف كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء في النادي الاهلي من بلغاريا. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله دايما كده منورنا، والف الف مبروك على 70 ميداليه اللي حققوهم ال 55 سباح وسباحه من النادي الاهلي. طبعا هم الو اتفضل سامعاك. هو حضرتك اجمالي الميداليات 70. عمر عيسى الحمد لله السباح عمر عيسى خد إيه. عندنا ياسمين ممدوح خدت ثالث احسن سباحه، وعندنا احمد سامح خد احسن سباح في الناشئين. في الناشئين الف الف مبروك طبعا. انجازات كبيره ومهمه جدا. الله، من النهارده عندكم معسكر في بلغاريا. احنا عندنا معسكر، احنا في مدينه ضمنا ابتدينا، حتى حضرتك بتكلميني وانا طلعت من بره الناشئين عشان الاولاد بيتمرنوا هم كلهم في الناشئين، لان احنا عندنا بطوله الجمهوريه ان شاء الله هتبدا اكيد على النادي الاهلي. المعسكرات الخارجيه دي للسباحة؟ هو البطوله، هي البطوله عشان يبقى بس حضرتك فاهمه، البطوله كانت 3 ايام، والمعسكر خدنا 3 ايام وهنلعب البطوله على طول. فاحنا ابتدينا 3 ايام وبعد كده المعسكر 3 ايام، وان شاء الله راجعين الاربع ان شاء الله. طيب في ناس كتير بتسال البطوله دي يعني ايه؟ البطوله دي بطوله بلغاريا للشورت كورس، مؤهله لكاس هي للشورت كورس ولسينا، هي دي في الجد في الكالندر بتاع لسينا ومؤهله، والحمد لله احنا عندنا كده. طيب هو الناس طبعا بيسالوا لان هم عارفين ان بطوله العالم او كاس العالم والحاجات دي بتكون خاصه بمنتخبات مش بانديه، فعشان كده الناس بتسال. لا هي خاصه، بص حضرتك هو يعتبر احنا من النادي الاهلي اهل تبع مصر، احنا لما بنبعت عن طريق الاتحاد. مظبوط كلام حضرتك، صحيح. بس هو النادي بيمثل مصر في البطوله دي، صحيح. فحضرتك دلوقتي احنا السباحين التاهل بيروحوا للاتحاد والاتحاد بيسفرهم او ما بيسفرهمش، دي بقى قرار الاتحاد. فبيمثلوا النادي الاهلي المصري، صحيح. هي السباحه مختلفه لان السباحه بارقام، اللي بيحقق الارقام اللي بتبقى يسافر او يشارك في بطولات معينه. بشكرك جدا جدا استاذ كابتن وائل عزت، منورنا دايما في كلام في الميديا، والف الف مبروك على انجازات فرق السباحه اللي حضرتك طبعا ماسك منصب مدير العاب الماء في النادي الاهلي. بشكرك جدا.